تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة في عدد من شوارع المملكة، صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مشروع إضافة مسار للانعطاف يسارا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق، والذي يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من دوار الساعة بحيث يكون مسارين للانعطاف يسارا فضلا عن أعمال تحسين الإنارة. وقال إن المشروع سيخفف الانتظار على شارع الرفاع بنحو 45%، كما سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 12%، ويشكل هذا المشروع أهمية لحركة المركبات بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى تحقيق رغبات الأهالي لتخفيف الازدحام الواقع على الإشارة يوميا. تم افتتاح مشروع تطوير تقاطع شارع الرفاع مع شارع المحرق شرقي والواقع شرقي دوار الساعة في المحافظة الجنوبية. طبعا المشروع راح يعمل على تخفيف الازدحامات المرورية في على شارع الرفاع في الجزئية المحصورة بين دوار الساعة وشارع المحرق، وتم إضافة مسار للانعطاف يسارا ليكون هناك مسارين للانعطاف يسارا إلى شارع المحرق مع توفير جزيرة فاصلة للحركة المرورية.